يسلموا. قبل شي سنتين مرضت كندنا وتوفت. المسكينة مرضت بهداك المرض. سلامة عمركن. الله يرحمها. الله يرحمها. قامي. احنا كمان دقنا هاللوعة ونحنا كمان فقدنا صهرنا. ايه والله درينا، وانتو كمان بسلامة عمركن. تسلمي تسلمي. قديش صار لكم فاقدينه؟ 5. مر علينا 5 سنين مليانين حزن. عم بيهددني، عم بيهددني. ممكن نشغل النت؟ شو صار؟ ايه ياسمين احكي قبل ما تجيبيني الجلطة. احكي. محمد بيعرف بعمر امي. شو؟ شو بتشتغل حسن بيك؟ انا بشتغل مهندس. برافو. وعندي شركة بقراكوي تشتغل بالحديد والصلب. حلو كتير، معناها انت ساكن هون. ايه نعم. نحن عشيرة كبيرة بموش، بس ابني ترك العشيرة وبيجي كل فترة. هيك دائما بصير لما بده يكون الشغل هون. في ولاد؟ عندي بنتين ببوسوا ايدك. الكبيرة عم تدرس بكلية الطب بأنقرة، والثانية بالثانوية داخل. الله يخليهم. ما شاء الله. الله يخليكم يا الله. آمين ويخلي ولادكم. وشلون عرف بعمر؟ ما سألتي؟ شو أهمية الحكي أمي؟ شلون ما عرف؟ المهم إنه بيعرف. أخذلكم صورة لاثنيناتكم ببودرو. أصلاً الحارة كلها بتعرف، بكون سأل حدا وعرف منه. أخ يا مصيبتنا، يا ربي دخيلك تلطف فينا. انا ما بقدر اعيش هيك تحت التهديد، خلص قررت اني بدي احكي لصواش كل شيء. امي اوعي ياسمين، والله بموت. بنتي فكري منيح، ام صواش مرأوية وفضيحة، والله اذا عرفت انه عندها حفيد ما رح تسكت وبتقلعه قلم من ايدينا. لا ما بقله انه عمر ابنك، بكذب عليه وبقله مثلا انه ابن اي حدا تاني. صواش اكيد ما رح يصدقك، بيفهمها فورا، حتى اذا ما تأكد رح يشك. ياسمين شو بنعمل وقتها؟ بنتي لا تتصرفي بدون ما تفكري، بلا ما نعيش محرومين من عمر طول عمرنا يا ياسمين. طيب خلص ماما لا تبكي، الله يخليك حاج تبكي. 1 2 3 برافو، هيك ماشي صح. هيك حالته؟ بلا. صح حبيبي باران، هلأ منرجع منبلش. يلا شو بقي معك بيلين؟ يا جماعة أكيد بتعرفوا سبب زيارتنا. نحن طالبين إيد بنتكم نازان لابننا حسن، إن شاء الله إذا بتلاقوا مناسب. مقصدنا بنتكم وابننا يعملوا عيلة جديدة. نصيب يا سيد، ما حدا بيوقف قدام النصيب. إيه إذا هيك معكم حق. والله القرار بيرجع لبنت أختي، يتعرفوا ويحكوا بالأول. طبعا طبعا، صحيح على رأسنا العادات والتقاليد، بس بهذا العصر ما بيصير بدون تعارف، يتعرفوا على بعضهم ويشوفوا بعضهم وبعدين يعطوا القرار يلي يناسب. برأينا هذا أنسب شيء، خلونا ناخد رأي بنتنا. شرفتونا، فرصة سعيدة. شرفتوا، عيدونا إن شاء الله. الله يكتب لنا نلتقي بأيام حلوة. آمين. إن شاء الله. بس كنا حابين نشوف البنت. إن شاء الله بالزيارة الجاية. إن شاء الله دياركم عامرة. صواش بيك يمكن طلع عنده شغل، سلمونا عليه. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. سلامة. وين اختفى صواش هلا وقته؟ عم ساليني إليه.